الموافقة الرقمية لمركبات نقل الأغذية. حققت مبادرة غذائي التحول الرقمي لجميع خطوات عملية إدارة التصاريح الغذائية وإصدار الشهادات واعتماد وسائل نقل الأغذية، وذلك عن طريق رقمنة المعلومات الكاملة لمركبات نقل الأغذية والتحقق من صحتها من خلال مقارنتها بقاعدة بيانات الجهات الحكومية الأخرى وغيرها من الجهات ذات العلاقة عبر الربط المتكامل بين هذه الأنظمة الإلكترونية. تتيح هذه المبادرة للمؤسسات الغذائية والمفتشين التعرف على حالة مركبات نقل الأغذية ومدى مطابقتها لمتطلبات السلامة الغذائية، وذلك لضمان الالتزام المستمر بما معايير سلامة الغذاء والنقل المستدام. مبادرة غذائي، نمضي قدماً.